أيضا النقاش مستمر مع ضيفنا من القاهرة سيادة اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير المستشار في كلية القادة والأركان المصرية. سيادة اللواء مرحبا بك. ربما هذه الأزمة التي يعيشها الجيش الإسرائيلي، يعيشها المجتمع الإسرائيلي، تعيشها الحكومة الإسرائيلية، تدفع كما قالت بعض المصادر لإنشاء فرقة جديدة تضم الحريدم فقط، أو أن ينضم الحريدم إلى فرقة معينة يتركزون فيها، ليس في كل الفرق، لن يتم توزيعهم على كل فرق وألوية الجيش الإسرائيلي. نحن الآن أمام جيش فيه تمايز. مساء الخير على حضرتك ومشاهدينك الكرام يا فندم. أهلا وسهلا سيادة اللواء، أعيد على سيادتك السؤال. لا أنا عرفته خلاص تمام. فحضرتك بتتكلم على مشكلة الحريديم اليوم، مظاهرات المرة الثانية يقوم بها الحريديم. كانوا قاموا بمظاهرات في الحقيقة منذ 3 أشهر عندما يعني كلف نتنياهو باستدعاء 3000 فرد حريدي. الحريديم لمعلومات السادة المشاهدين هم الطائفة الدينية داخل المجتمع الإسرائيلي ومنصوص عليهم في القانون والدستور الإسرائيلي، مكلفين كيعني كحافظين أو هم الراعين للحفاظ على الديانة اليهودية من أن يتم تفكيكها على مدار السنين. وبالتالي هم كطائفة لهم شروط في الاختيار في الأساس، ولهم أصلا كمان أماكن في الإقامات مجمعة، ويتركزون في عدة مدن. هم عارفين من الخدمة العسكرية طبعا باعتبارهم أصحاب مهمة أخرى، ولكن لما شفنا من حوالي 3 أشهر أو أقل قليلا يعني محاولة استدعائهم للتجريد، وكان مطلوب حوالي 3000 حريدي، وده عمل مشكلة في الحقيقة أساسية ما بين يوآف جالنت الوزير الدفاع المخلوع منذ حوالي أسبوعين، لأنه كان رافض التجنيد بينما نتنياهو كان يصر على تجنيد الحريديم، ودخلت في المشكلة دي المحكمة الدستورية العليا، ولكن تم الفصل لصالح التجنيد. في ذلك التوقيت يعني قامت مظاهرات كثيفة وعديدة، لأن الحريدي لا يريد أن يفقد دوره في باعتباره راعي للدين، ناهيك أنه هو غير مدرب عسكريا ولا يمت يعني الجيش الدفاع الإسرائيلي بصلاة، ويخاف على نفسه أيضا من القتل يعني في المعارك التي تدور في منطقة غزة ولبنان. اليوم للمرة الثانية نشاهد مظاهرات في مدينة يعني تعتبر متاخمة بالجنوب الغربي لمدينة تل أبيب، هذه المدينة تدعى يعني بني براق، وتظاهر فيها يعني آلاف الحريديم أمام مكتب تجنيد، لأن في أوامر بالتجنيد العسكري أتت لهم خلال اليومين السابقين بالآلاف، فهم يقومون بالمظاهرات المرة الثانية ويشتبكون أمام عناصر الشرطة. الحالة دي في مجملها لو فسرناها يعني ببساطة نجد أن هناك حالة إفلاس يعاني منها يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي بفقدانه للقوى البشرية التي ما بين يعني قتيل وما بين مصاب وما بين مشتت هنا وهناك، ما بين إعادة تجنيد وتعبئة فرق لتعاد توزيعها من غزة لتصل إلى جنوب لبنان. لاحظنا أيضا منذ حوالي شهر أن الجيش الإسرائيلي عبأ فرقة تسمى الفرقة 91 دفاع إقليمي لكي تقوم بالهجوم، لاحظ المسمى الفرقة للدفاع الإقليمي أي تحافظ وتدافع عن المستوطنات، بينما يعني جيش الدفاع الآن يوظفها للاختراق والهجوم واقتحام الحدود اللبنانية الجنوبية. هذه تفسر حالة إفلاس بتوظيف من هم ليس لهم بالتجنيد أصلا لداخل الجيش، ومن من الفرق التي خاصة بالدفاع الإقليمي لتقوم بأعمال القتال الهجومية وهي ليست مهمها في الأساس، وذلك بعد أن فشلت يعني الوحدات المقاتلة الأساسية من تنفيذ الهجوم في جنوب لبنان زي الفرقة 98 وزي الفرقة 36 49 وحتى علوية النخبة من الجولاني والجفعات. ما يؤكد كلام سيادتك سيادة اللواء أن إسرائيل الآن تنشئ فرقة جديدة لمن هم تخطوا سن الاحتياط، إذا إسرائيل تبقي على أعداد الاحتياط في هذه الفرقة أيضا التي ستسمى الفرقة 96 فرقة ديفيد، سيتم ضم أفراد الحريدم إليها ليكون مستقرا لهم في داخل هذه الفرقة فقط، لن يكونوا في باقي الفرق العسكرية الإسرائيلية. كان سؤالي هل هناك تمايز إذن في داخل الجيش الإسرائيلي يبدأ من الآن بتجنيد الحريدم ووجودهم فقط في فرقة محددة؟ هو ليس في فكرة التمايز أو التمييز، ولكن لأن الحريدي كشخص دلوقتي بيستدعى للتجنيد وليس له في أنا، هو عشان برضو السادة المشاهدين يعرفوا الموضوع أكثر، هو كل من في إسرائيل يعتبر على ذمة الجيش اعتبارا من 18 سنة كخدمة إجبارية للنساء وللرجال، ثم بعد ذلك يعني بيتحولوا لما يعرف اسم خدمة احتياط خط أول في احتياط خط تاني ثم قوات الدفاع المدني، ناهيك عن خدمة القوات العاملة. هذه أمور عسكرية يعني إلى حد ما بنحاول نوضحها للسادة المشاهدين. الحريدين لا يجندون، ومن يتعدى يعني مرحلة احتياط خط تاني
في الأساس يعني لا يستدعى إلا للدفاع المدني، يعني لو في أعمال حرائق مثلا أو كوارث طبيعية زي زلازل أو براكين أو أعاصير، وبالتالي ليست مهام قتالية في الحقيقة. وعشان كده هو النهاردة لما سيادتك بتقول إن فرقة 96 فعلا بيتم يعني تشكيلها جديد لتستدعي من هم يعني أنهى خدمة احتياط الخط الثاني، وكذلك الحريدين باعتبارهم يعني خارج الشريحة العسكرية بمسافة بعيدة، فيلزمهم تدريب خاص ويلزمهم اعتناء خاص ويلزمهم معاملة عسكرية قد تكون يعني أخف وطأة من معاملة المجند في سن التجنيد أو مجند الخدمة العاملة. فليس هذا تميز ولكنه يعني حالة إفلاس يستدعي فيها جيش الدفاع الإسرائيلي من هم تعدوا الاحتياط خط تاني ومن هم حريدين، كلاهما الآن خارج فكرة الخدمة العسكرية، فمن سيخدم فيهم في مسيره المفترض أن هو للدفاع المدني ضد الكوارث الطبيعية والحرائق وما إلى ذلك، ومن هو حريدين لا أعرف شيء عن الموضوع في الأساس. خلينا نؤكد للسادة المشاهدين يعني بداية يعني مش بداية في الحقيقة استمرار في انهيار آلة الحرب الإسرائيلية ارتباطا بيعني تقادم مدة الحرب الآن تعديها 14 دخل في 14 شهر، هذا ضد فلسفة العسكرية الإسرائيلية، هم لا يشون وراء المعارك المطولة أبدا، وبالتالي النتائج حتكون هم حيستدعوا بعد ذلك يعني من هم يعملون في نظافة الشوارع للخدمة العسكرية. ربما الفرقة 96 المزمع إنشاؤها سيادة اللواء سيقوم على قيادتها اللواء احتياط موتي باروخ، وهو كان مسؤولا في فترات ما عن التدريب والتأهيل للجنود، وهذا يؤكد أيضا أن هناك تسارع كثير في داخل الجيش الإسرائيلي لتدريب الحريدم، لتدريب قوات الاحتياط التي وصلت إلى سن عدم الاستدعاء، فبالتالي يعني الأمور تجري على عجل الآن في داخل الجيش الإسرائيلي لسد العجز الموجود عدديا. في مرحلة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ما يتوفر لديهم من قوة بشرية سيتم تجنيدها لصالح استمرار عملية الحرب. هذه الأمور يا فندم في الحقيقة تقول إلى حكومة الحرب فقط، فلولا شخصنة الأمور لدى حكومة الحرب ولولا يعني استمرار نتنياهو وعناده يعني في استمرار الحرب وتوسيع دائرة الطاقة خوفا من ملاحقات قانونية وملاحقات قضائية وتعرض ليه يعني محاكم مما قد يزج به في السجن، لا فلنوسع دائرة الحرب فلنستدعي الحريدين. ماذا لو فعلنا فرقة للاحتياط من أنه خدمة الاحتياط، هاتوا له احتياط، الرجل له احتياط ده ممكن يكون طبيب أو مهندس أو مزارع أو أيا كان صاحب أعمال حرة. إذا الفكرة الآن أن جيش الدفاع الإسرائيلي يأتي بما لا يتصوره إن قامت العمليات العسكرية من سنة، لكانوا فكروا مرتين، لكانوا قبلوا بالهدنة، لكانوا آثاروا يعني ما تم من خراب واعتداء على غزة وقالوا كفى ولنلتفت إلى الأسرى وأهالي الأسرى. الموضوع مشخصر، عندما تشخصن الأمور تنهار الكيانات والدول. سيادة اللواء، إسرائيل التي يصل عدد سكانها لأقل من 10 ملايين الناس، ما يطالب فيها الآن رئيس أركان حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 15 كتيبة جديدة لسد العجز وربما لمساندة العمليات على الأرض، هذا العدد كيف يمكن أن يتم الوفاء به في ظل نقص عددي موجود بالفعل الآن، اللجوء إلى الاحتياطي الإنساني من الإسرائيليين الممثل في حريدم، هناك نقص كبير إذن في تشكيلات الجيش الإسرائيلي. هو ليس نقصا فقط ولكنه أيضا خسائر يعاني منها جيش الدفاع الإسرائيلي منذ عام، بالإضافة كمان ما ننساش أن الجيش بيقاتل تقريبا على 5 جبهات، يعني لو اتكلمنا على غزة ونتكلم على جنوب لبنان ونتحدث أيضا على مناوشات ضد الحوثي يعني أو ردود على الحوثي مقتل الآخر، هناك جبهة الجولان يعمل أيضا بتوجيه ضربات إلى داخل دمشق، يعني هو الجيش فتح 5 جبهات وهذا لا يستقيم، هذا أمر لا يصير. أي نعم بياخد دعم وإمداد عسكري ولوجستي من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية، وبعضها الآخر الآن ينأى عن مساعدة نتنياهو لتفاهمهم بأنه تورط في مشكلة تبدو كالمخاضة والوحل، كلما يعني أراد إخراج نفسه منها يعني يغوص مرة أخرى بقدميه. ولكن هي الفكرة أن في خسائر وفي جبهات عدة مفتوحة، وبالتالي إسرائيل لما كانت تبني عملياتها العسكرية كانت تبنيها على جبهة أساسية أو رئيسية مع احتمال فتح جبهة أخرى مضاف إليها حجم الإسناد المقدم لأن الغرب فيستطيع أن يستمر. أما اليوم 5 جبهات، هناك مشاكل في الضفة أيضا، يعني أنا لا أستبعد إن الإسرائيليين فعلا يبدأوا ينظروا لكل من تخطى سن التجنيد وكل من تخطى يعني قانون التجنيد أو كل من ينطبق عليه شروط التجنيد ويبحث وراءه لتجنيده. النهاردة عندهم
فكرة ما يسمى في المجتمع الإسرائيلي بحاجة اسمها طرق الأبواب، يعني البيوت الإسرائيليين الآن عندما يطرق عليهم الباب ينظرون من الشبابيك أولا، لأما جاي يبلغوا ابنه مات في العمليات العسكرية، يا إما جاي عاوز ياخد واحد من عنده يدخله الجيش وهو مش عارف عاوز ياخد مين بالظبط. ولأن هو كمان قالت الجيش في إسرائيل بتستدعي أيضا النساء المجندات لغاية عمر 24 سنة، أتصور يخرق هذا القانون ويصل بهم ل 36 سنة حتى احتاط خط تاني، وأن احتاط خط تاني يصل من 36 سنة إلى 48 سنة، كل هذا لصالح الموبيلايزيشن، عاوز يجمع عنصر بشري يسلمه بندقية ولبسه خوذة يقول له انزل الميدان، فينزل الميدان فنرى يمشي بين الأطلال والخراب ويتم اقتناصه مرة وثانية وثالثة ويعني واستهدافهم. جيد أننا وصلنا لهذه النقطة سيرة اللواء، لأنه خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب طول مدة الحرب منذ 7 أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن في أكثر من في 5 جبهات ربما زادت فيه أعداد قتلاه بشكل كبير. الآن سيتم الدفع بحريدم غير مدرب وغير مؤهل فقط يحمل سلاحا، أو ربما بجندي أمضى أكثر من 100 يوم في الجبهة وفي الحرب، فبالتالي لا يخشى نتنياهو وحكومته خسائر بشرية ربما ستزداد بناء على هذه العوامل؟ هو لا يخشى، وكمان أكد على حضرتك أن هم زي ما تقدر تقول كده أن هم وصلوا لما يعرف باسم نقطة اللا عودة. يعني نتنياهو اليوم وحكومة الحرب اليمنية المتطرفة التي فعلا ستودي بالكيان الإسرائيلي كله إلى حيث لا رجعة، يعني تحركوا المنطقة لا يستطيعون العودة لما سابقها، يعني هو لازال يبحث عن مصلحته الشخصية وأمنه الشخصي وحكومته، هو لازال يعرف أن حبل أو طوق نجاته الوحيد يتمثل في استمرار الحرب حتى يأتي بهدف، يعني خلينا نفسرها بلغة كرة القدم مثلا، الهدف الذهبي فيقتنص به المباراة ويبنى له تمثالا برونزيا في منتصف تل أبيب، وهذا لن يحدث. ما هو أنت هتجيب إيه بعد كده تحققه؟ أهدافك الأساسية اللي أعلنتها من سنة لم تحقق منها شيء، اتكلمت أن أنت هتكسر الذراع العسكري حركة حماس، وحتى الآن حماس تتميز ب 55-60% ذراع عسكري لازال موجود، اتكلمت أنك تجعل منطقة غلاف غزة آمنة، أصبح غلاف غزة غير آمنة وشمال إسرائيل أيضا مهجر غير آمن بسبب الإسداد اللي تم حزب الله، تحدثت عن استعادة الأسرة ولم تستطع أن تستعيد الأسرة، عدا الأسرة التي دخلت فيها المفاوضات ومجموعة الهدنة كانت منهم مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، عدا ذلك لا نعلم أين 96 أسير الباقين. يعني ماذا تفعل أنت فيما تفكر؟ هو يفكر في اقتناص فرصة ذهبية يكاد هو أصلا لا يستطيع أن يبلور فكرتها، لا يعلم هي أين هذه الفرصة. ولكنه عشان تظهر له أو تبدو له يعني الجود كاتش في يوم من الأيام أو الفرصة الذهبية دي، يطيل أمد الحرب، يوسع دائرة الصراع، يورط دول أخرى، ينتظر وصول ترامب، يفكر في هذا، وقد خانه التفكير والتقدير وأساء التدبير والتصرف نتنياهو اليوم. يعني ما يحدث فعلا هناك يتسحق بريك هذا الأيقونة الآلة العسكرية، أيقونة الجيش الأمريكي هذا اللواء المتقاعد، يعني أصدر بيانا بالأمس قال إن فعلا نتنياهو سيقضى على إسرائيل، فعلا سيقضى عليه. هذا الرجل مهادئ طبعا وخارج الخدمة العسكرية ويفكر استراتيجيا وأبو فكر، يعلم تماما أن نتنياهو يأخذ بإسرائيل إلى حافة الهوية ببساطة. يعني ضيفنا من القاهرة سيرة اللواء أركان حرب أسامة محمد كبير، المستشار في كلية القادة والأركان المصرية، أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا.